مسمى الحمد لله طبعا على كل شيء، التعادل مش في صالح النادي الاهلي ولكن ليست نهايه المطاف. لا لا، احنا المواقف ده اتحطينا فيه كتير وطلعنا منه، واخرها برضو السنه اللي فاتت او اللي قبليها لما صن داونز كسبنا ماتشين رايح السنه اللي جاي فاتت، السنه اللي السنه اللي فاتت فاتت ووصلنا في الاخر يعني. فدي ان شاء الله ما فيهاش خوف ولكن حذر يعني، هي ما فيهاش خوف ان احنا تعادلنا النهارده ولكن حذر. يعني انت رغم الحاله اللي مش حلوه النهارده، خلينا نقول بالعقل يعني، الشوط الثاني احسن نسبيا من الشوط الاولاني، ولكن بصفه عامه كحاله لعيبه الاهلي وفرقه الاهلي في الماتشات دي مش في افضل حالاتك، ومع ذلك قدرت تتعادل وضيعت ضربه جزاء. ويمكن انا بين الشوطين رغم ان احنا مغلوبين، انا قلت لك بين الشوطين اخطائهم كتير جدا جدا جدا. فريق جيد فريق ممتاز بيتناقل الكره كويس عنده ثقه وخطوره في التلت الاخير، ولكن في الجزء الدفاعي بتاعهم نسبه اخطائهم عاليه جدا، ثقه زايده قوي يعني بينقلوا وهم مزنوقين قوي بدرجه اكتر من كره لما نيجي نرجعها في الست يارده بتقطع منهم من كتر المبالغه في التحضير وحتى مع وجود الخطوره. فانا اتصور يعني قبل ما اتكلم على الماتش ده، اتصور ان هناك انا بقول لك سهل جدا جدا تجيب فيهم اجوان، هي الفكره بس ازاي انت ما يجيش فيك اجوان، لان هم في التلت الاخير يعني تحضيرهم من ورا في نص الملعب للتلت الاخير عندهم ثقه وهدوء داخل ال 18. يعني الهدفين اللي جابوهم، الكره الاخيره بترتد، الراجل بهدوء بيرقص، وحتى اكتر من فرصه يمكن التأني بتاعهم اللي زياده عن اللزوم احيانا بيضيع عليهم الفرصه. يعني في كام فرصه هم بيستنوا زياده عن اللزوم، هي دي بتديهم في وقت ميزه وفي وقت تاني عيب، ان هم جوه ال 18 بيتعاملوا بهدوء قوي يعني. فدي مكمن الخطوره بتاعتهم، مكمن الخطوره الكبير هناك، انك ازاي تمنعهم في التلت الاخير ما توصلهمش بسهوله لمرمى الشناوي، لكن انك انت تحرز فيهم اهداف هناك. انا بقول لك ان شاء الله باذن الله بتركيز وسهوله انك تقدر تجيب فيهم اجوان هناك، لانهم عندهم مبالغه في التحضير في اماكن خطره جدا رغم الاخطاء الكتيره اللي بيقعوا فيها، فسهل قوي تستغل هذه الاخطاء. والدليل على كده الشوط الثاني وانت مش في افضل حالاتك، انت اتحسنت طبعا عن الشوط الاولاني، كميه الحركه بقت اكتر شويه يعني، اللعيبه ابتدت تحس ان في خطوره، لكن ما تعتبرش مش في حالتك الحلوه بتاعت الفرقه الاهلي ماشي، بس ومع ذلك جبت ضربه جزاء اول ما نزلت ثم هدف كويس. ثم هدف كويس. انا مع علاء، وانا كنت لسه هقول لك حاجه عليا طبعا برضو. بص، اللي زعل ان انت كنت في ايدك ثلاث نقط. بص يا ايمن، ما هي دي بقى النقطه الخطيره، عشان كده لازم برضو اللعيبه اللي في الملعب يعني طبعا الجهاز الفني اكيد واللعيبه كمان اللي في الملعب لازم يبقى عندها وعي في الجزئيه دي. انا مش في احسن حالاتي وقدرت اجيب جون بدري ثم الجون الثاني في الدقيقه 73، لازم في وقت، في احيانا انا بحس ان انا فايق قوي ورايح على الجون الثاني والفرقه فايقه وهجيب جون ثالث، وفي وقت لا انا حاسس ان الظروف النهارده مش طبيعيه وانا جبت الجون الثاني وناقص ربع ساعه لازم اقفل في نص الملعب. انا حتى يعني على هو بيتكلم انا كاتب هنا وسط الملعب مفتوح، مظبوط وسط الملعب مفتوح، بمعنى انه ديانج ومروان عاملين جهد وكل حاجه، بس نص الملعب واسع عليهم جدا، والفرقه الثانيه لقت المساحات اللي تلعب فيها كمان. مظبوط، لان هو دي ده هو ده ايه راس ماله، راس ماله اللي هو بيعيش عليه ده. هو عنده، واحنا يمكن قلنا كلنا قبل بدايه الماتش ان هم عندهم تناول الكره بسهوله في مساحات صغيره، فما بالك كمان انت لو اديته المساحه. بالظبط، فكان الطبيعي زي ما علاء قال وكابتن شريف ان واحد زي حمدي فتحي كان ممكن ينزل مع انا كنت بقول ان ممكن بدل مروان، حتى مع مروان وديانج بعد حمدي شكله كده عنده شد او حاجه. الا بقى لو كان عنده شد دي طبعا مش حاجه جاهز بنسبه كبيره، يمكن ماشي ما في حاجه ايا كان مين كان ممكن ينزل اي هو في الاحتياط
ما اعرفش عادل يعني السلطة. يعني انا مش متخيل ان هو على الخط بره وما اعرفش تابعين بيه. يعني هي الطبيعي ان انا اقفل قدام نص الملعب بعد 2-1 وبعد 2-1 واستنى على شريف او على كهربا في حاجات بقى لما تقطع تطلع عليهم خاصه ان هم بيغلطوا كتير ورا. صح. وتأمن على فكره بص الشكل. انا مش داخل في مقارنه مع مدربين بس احنا لعبنا بالاسلوب اللي انت بتقول عليه دوت في شوط تاني معاهم برضو وتمكننا من الفوز كمان من زياده الغله يعني. لان هو اولا هم من سنتين بالظبط من الفرق يا ايمن ما عندهمش في فرق بتبقى عندها خوف من الخساره او بتاع بيلعبوا باسلوب هم هيفضلوا على اسلوبهم اللي هو تناول الكره ده وهيطلعوا بعدد كبير وهم مغلوبين وهتلاقي في مساحات ورا في ظهرهم هتلاقي في مساحات. هو احنا كلنا هنا قلنا ايه بعد الهدف الثاني اللي احنا جبناه؟ ايه في الملعب وننزل واحد ثالث؟ قلنا لابد ان ينزل حمدي فتحي دلوقتي ونلعب بستار في نص الملعب. أيوه. وما نمكنهمش ان هم يلعبوا كره سهله. مظبوط. كلنا قلنا نفس الكلام. ويقلل المسافات. وعلاء دلوقتي قال لك بلاش يغير حد، يغير الطريقه. ايوه. يعني هي دي الفكره ان احنا قلنا حتى واحنا مكتملين وحتى احنا قبل المباراه قلنا هي الصعوبه ان انت لازم تقفل كويس في الثلث الاخير عشان هم عندهم حاجات اللي هي بيعملوا فيها وان تو هات والكرات القصيره وعدم التهور في اللعب يعني فيه هدوء ورزانه مبالغ فيها ساعات بتبقى مبالغ فيها. هي طبعا في الثلث الامامي يا ايمن حتى هم لما بيبالغوا في عدم انهاء الهجمه وتضيع ما فيهاش مشكله لكن هم كمان في الثلث الاخير بنفس الاسلوب بيقعدوا يتنقلوا الكره في ال 18 وانت ضاغط عليهم بس الغلطه بيحصل فيها ايه كره عليك انت لكن هم حتى في ال 18 بتاع المنافس بيقعدوا يتنقلوا الكره حتى ما بيخلصوش بدري فهي ساعات بتنجح معاهم قوي وساعات بيتاخروا انه ياخد القرار ان يجيب هدف يعني فكانت لازم نقفل شويه نص الملعب لكن بصفة عامة على الظروف اللي احنا كنا فيها طبعا كان نفسنا نكسب وكان نفسنا نطلع بالثلاث نقط بس انا شايف في الظروف دي ماشي التعادل مش سيء ولكن لازم يبقى في تركيز اكبر في ماتش الاولاني بتاع القطن طبعا لازم ان شاء الله هنا الاول مش كده ولا هناك ان شاء الله القطن المؤجل الاول باذن الله نكسبه باذن الله تروح على صن داونز وانت عندك 4 بونت ممكن تعمل هناك تعمل نتيجه ايجابيه معاهم لان زي ما قلت لك الثلث الاخير عنده مشاكل واسلوب لعب ما بيتغيرش. ايوه بالظبط يعني في فرق صح. لا ما بيتغيرش يعني في فرق ممكن ايمن تقول ايه انا كسبان انا هقفل بقى ورا جامد وهشتت واعمل هم ما عندهمش كده والعب بعنف لا هو هيفضل بنفس الريتم والاداء حتى كسبان خسران فانت عندك فرصه هناك ان شاء الله النهارده يمكن في لعيبه كتير ما كانتش في افضل حالاتها ولكن الشوط الثاني الى حد ما افضل نسبيا من الشوط الاول افضل نسبيا من الشوط الاول صحيح.